الخدمة تاع السمانة هي اللي تديك تيتولار ولا لا لا. أغلب اللاعبين الدوليين خاصة الذين عادوا من أوروبا عادوا من أجل الأموال. أنا كل في وقتي تيلا هكذا ندير فيه واش نحل. كاين دي شوز يديرهم باش يكون قدوة. عرفت البطولة الجزائرية الموسم الحالي عودة العديد من الدوليين السابقين على غرار يوسف بالليلي وجمال بالعمري من بوابة مولودية الجزائر، وكذا رايس بولحي وعدلان قديولا مع بطل الجزائري لأربع مرات متتالية شباب الوزداد، وكذا عبد الجليل مديوب مع اتحاد خنشلة. فما الدافع وراء عودة هؤلاء اللاعبين إلى البطولة الجزائرية وما يمكنهم تقديمه للكرة المحلية؟ لاعبين سيدي زيدول تاع لي جان هادويا كيما بولحي ولا قديورا ولا بليلي ولا جمال ولا بن عمري، حاجه مليحه ولا كانوا كاباب يسون يوتيل في لي كلوب تاعهم. مازال عندهم رغبه ومازال عندهم كيفاش يقولوا جهد باش يمدوا كوابا. اولا البطوله الجزائريه اليوم لا تستهوي اللاعبين من حيث الفرجه والمتعه وحتى من حيث الملاعب، فقط تستهوي هؤلاء اللاعبين للقدوم اليها من اجل الاموال وفقط. لذلك اعتقد انه اغلب اللاعبين الدوليين خاصه الذين عادوا من اوروبا عادوا من اجل الاموال اليوم الى الجزائر ولغياب عروض تتماشى مع مطالبهم الماليه من حيث المستوى، ان كانوا سيقدمون المستوى المطلوب والإضافة لهذه الأندية، ذلك مرتبط بطموحات وأهداف الأندية التي أتوا إليها، لأنه اليوم الأمر متوقف على مدى المشروع الذي يضعه النادي من خلال تعاقده مع هذا اللاعب على سنة أو ربما سنتين ولا أكثر. Franchement, chapeau aux clubs qui ont pu les faire venir. Et voilà, maintenant, après, ça se joue sur le terrain. C'est le terrain qui va décider. On voit comment ça se passe. Mouloudia, par exemple, Belaïli, c'est un but quasiment par match. Donc, ils ont, pour l'instant, ils n'ont pas eu tort. Raïs, c'est un peu plus délicat. Il a moins joué. Il a joué, je pense, un ou deux matchs. Donc, il faut continuer. Il faut les voir. Et je pense que ça va en faire venir d'autres. Ça soit même des étrangers. Je pense que les étrangers cette année sont un peu meilleurs. Nous, on en a deux. À Khenchla, c'est deux bombes, vraiment, vraiment deux bombes. Et j'espère qu'ils vont venir encore des mecs qui vont ramener un plus à l'équipe, plutôt que, comme avant, à part des soucis, c'était un peu difficile avec les étrangers. Je pense que les joueurs ils ont un choix de لاعبين عندهم خبره يقدروا يمدوا ديزيدي للشبان ولا للمدربين ولا للرؤساء. نظن عندهم خبره كبيره اللي تسمح لهم باه يفيدوا الفرق هذو. انا يعني بور مع يعني عوده اللاعبين هذو للبطوله المحليه تكون حاجه ايجابيه للفرق اللي وين المسيل لعبوا معاهم. ونهار ما يقدروش نهار يكون جن يبردوني ميوك عليه وينحيها. هناك من يطالب بالعداله بين الفرق في الامكانات الماديه، حيث ليس بإمكان جلب دوليين سابقين من طرف كل الأندية عكس الفرق التي تملك شركات وطنية. أنت كفريق مغمور كفريق ما عندوش شركة ما تقدرش تجيب بالليلي، ما تقدرش تجيب من بولحي، ما هنا في البطولة الجزائرية ما تقدرش تجيب لاعب افيك سوم امبورطون. سي بور سا لو كان يكون العدل وكل الفرق تكون عندها إمكانيات متوازية وفي نفس الإمكانيات راح نرفع مستوى تاع الكرة الجزائرية، البطولة تكون عندها نكهة أحسن والمنافسة راح تكون كبيرة والمقابلات راح يكون يعطيو تشوف مقابلات مثيرة جدا. قدوم لاعبين دوليين للدوري المحلي يمكنه الرفع من مستوى البطولة الجزائرية والتسويق لها خاصة مع الملاعب الجديدة والمجددة. Si eux ne font pas monter le niveau du championnat, qui va le faire? Non, moi je dis que vraiment c'est un beaucoup et un beaucoup de com de la part de ces clubs. Déjà, ça reste des bons joueurs, de très bons joueurs même. Et aussi parce que voilà, ils veulent élever. Champion d'Europe, champion d'Afrique.
c'est pas n'importe qui vient. Ouais, que ce soit les quatre. Ouais. C'est pas n'importe qui vient. C'est pas n'importe qui vient. Donc. إحنا ما دابين اللاعبين هم الدولي اللي عندهم خبرة وعندهم إمكانيات يرجعوا البطولة الجزائرية حيعطيو دفعة كبيرة يعطيو نكهة للكرة الجزائرية البطولة ترجع عندها قيمة ولكن هذه تعمم ماشي كل فرق راح تقدر تجيب بالليلي وتجيب بالعمري ولا مبولحي لو كان الفرق تكون سواسية من ناحية الإمكانيات وكل فريق يستطيع باش يجيب لاعبين دوليين هنا تعصحت شو باللي يكون هناك توازن في الفرق تكون هذا منافسة ما يكونش كما دوك انا عطيك ان اكزومبل في البطولة الجزائرية تاعنا كان ربع فرق ولا خمس فرق ينافسوا على الادوار الاولى والاغلبيه تنافس على تلعب على من اجل تفادي السقوط دوك بداو يخدموا لي ستاد دوك نستناو باك يفتحوهم بور لي زيكيب دونك كاين عندنا باق سنطينا وهران براقي سان جويي دويره تاع تيزي وزو كاين دونك مش با بالك عم يزيدوا يفتحوا واحد في الصيف ولا كاين لي تيرا دونك المستوى البطوله الوطنيه كما شفناه مع بالليلي في مولوديه الجزائر تحولت بون شامبيون مازال طويل ولكن شفنا النتيجه تاع مجيء بالليلي لمولوديه الجزائر هاد اللاعبين الاختيار تاعهم ولكن انا نعطيك بالليلي كل حاجه تشوفوا المرض تاعو ولا بالعمري يعني مد تقول مازال عنده 20 ans باسكو ليكسبيريونس عنده ليكسبيريونس راح يحطها في الخدمه تاع امام الشبان اللي راهم معاه يشوفوا كيفاش ان سيتان بالليلي وبالعمي السوناج مازال يلعب مازال يعطي العطاء تشوف في المقابلات اللي فاتوا بالليلي دائما في لا ديفيرونس علاش هذا بالعمل لاعب المنافسات الافريقيه يستوجب الظفر بافضل اللاعبين الذين يمكنه الدفع بالفريق قدما وهو ما يحاول شباب لوزاد فعله وهو الذي يشارك في رابطة أبطال إفريقيا للمرة الرابعة تواليا وبحاجة حتى للاعبين أجانب أكثر للذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية ملي تقول السيربي اللي احنا الناس حلت عينيها شكون كاين يهضر مع السيربي أباك الله البسيط ما شفتوش كيش كيلعب إيبا ما عندوش كوب دافريك ما يزوميزي أشو 4 فوا شامبيون ما تخلص قاعد في ديزانات تاع الأخ إني كبدت 4 فوا ديفيني Ils ont une grande équipe. Donc, ils ont investi pour jouer la Coupe d'Afrique. Pour jouer la Coupe d'Afrique. Qui tu vois le schéma technique de Diora, on a avec une bonne préparation tactique, il peut aider كثير شباب الوزداد خاصة في كأس إفريقيا مبولحي اوسي مبولحي سي تان غارديان يقدر وحده يربح لك دي ماتش وحنا كاع نعرفوا في الكرة الحديثة اهميه ان غران غارديان دو بوت سورتو كون تونجو جوين ان كوب دافريك شوف برك العطاء تاع الشناوي في الاهلي المصري الشناوي وحده انا شفته ربح مباريات وحده احنا اللاعبين اللي في الخارج باسكو داروا تكوين تما وخاصتين اللي راحوا منا من الجزائر زادوا اندمجوا تما وداروا ساكريفيس وشافوا العمل الاحترافي كيفاش يخدموا طريقه العمل ولاو محترفين تاع الصح ما كيجيو لهنايا ميم الشبان تاع هنا يديرهم كقدوه لما لا ما يكونوش مثل هاد اللاعبين باسكو كانوا في البطوله الجزائريه تنقلوا للخارج الاوروبا وين زادوا طوروا الامكانيات تاعهم ووصلوا الى اعلى مستوى على ذلك سليماني بالليلي بالعمري والبقيه كثيره خاصه ممشو بال تاع بارادو اللي راحوا راهم يعملوا بطولات كبيره سمعت يا اخي يقولوا جبوا خمسه شوف في تونس ولا في الاخر علاش راهم يدوا لي كوب وكاع علاش قلت كيف وين ديستير دي كرون كلوب صح لي سوبر ماجيريا كاين نيفو بصح يفو تجيب 3 4 5 ولا ماكسيمو 5 5 tu peux parce que la coupe d'Afrique c'est difficile maintenant قالوا وارين وش قالوا وارين ويخلصوا مليح كما داك زول كان تاع صمدو هذاك شحال يخلص هناك من يرى ان بعض الدوليين العائدين الى بطولتنا يعانون من الجانب البدني بعدما كبروا في السن والا ما كانوا يعودون الى الجزائر